اي ثمتي سمتين وي غاني تولين السلام عليكم ورحمه الله الزول في الله وين مرحبا سي سون ارتزات المغرب تي سنتي غادرن استمازي حتى هيل تديانت بوسكي مازال يعني نتكمل فاش يضرون قلنا نسرسيث اين يعني اغونزو تفرنت راديسين دي 4 ماغو 2017 دونك البويكوت اكين الموفمون ريرنو اسكي فغديون البيان سوفريتيد من زمر الدين الجبهه الاسلاميه لينقاض الفيس دونك البيان غير دي قرب اللي اكدو ذا الجزائريين ولا قرا هذه روح هذه فوطين ولا قرا يعني هذه قفل سلحاله نتفرنت اكين يناد باللي تفرنين وماشي ذو كاد النين إكس فينن ناقص فينن ثيذة سيدي تمورثنا تفرنت ولاش ذا شوات تبدل ولدي قرب اللي ثمور ثلاث ساعات داي ون الوقف إك وعرن مليح مليح إك صعب مليح مليح إلاق يعني غادي فيد أذي ليا فدل ذي تمورثنا غنولي نفهم البيانة كين أي غادي يوسى ذي الوقت كين ود نسيا نفهم الموفمون يقين المقاطعة ناغ البويكوت أريرنو وكذوي قديد نعرض ساكين غادي فكنت مغولي نسن اف الحاله نسرسيث نتمورثنا من قبل هذا نفذو تذيا نتبوا ساكين وحد نسلي التقرير يتخدم ولتماثنا غناصيره ود نغلى الغرور ماشي غطاس ايدي قيمن غفت فرانت تشريعيات 2017 خاص لما يكفرن وذافون ذو قادي سنيكاثن الشتاء ذاك ولاني مسنون كسد ذاشو أرخذيمن يوكين أسكر كرني مذانن غاري صنزياق نلفوط سوسي قوذ نغسو صدماع نغسر رقماث أقاذ يوغين ثفرانت قولن أورو غالن ثمن دفيرث ولا ذني ثنيسي الجيهانسن خدمن ياك أيني مزمرن ولما ماشي ذيني سهلن يمي غذافو يمذل ياك فلسن في بورا يخلق زنزياك أغورن يوكين أسن يرزي فدن بعد سوفيان جلالي يكذ كريم طابو يمضبرون سين إيكافارن يوغين الفوط إدي فغانو الساني عدان ذي الزاير ثمان ناخث يوكين أذوى عين مذانن سسبان إثني جند غنزون ثفرانت السان ذي النوفا وكافارن الفيس ناغ الجبهة الإسلامية للإنقاذ إدي السفغن يون البيان ذي الستينس عند إساولي يكو غذوذ الزايريا يوكين أذي غنزو ثفرانت تشريعيات إمي ذا كنت ولان تساث تين أريس غصفن العمار إيو ذافو أم سفاتلي أسر ذاسيا إقران ذي خمامين إزايريا يبوين ثمور ثغارو السياخة إم ذبرن الجبهة فغانا ثدقسن والسخين إم ذنن إيو كي نظرزنا زهلو يورين فلسن ذي سقوسنايا ولان ذا كنت ثمور ثن الزاير إيو كي أتحلو إلا قد يغال الحق غي مولانيس إلا قد نجرن وقاذ إتحك من سزورة مرحبا سي سون تيكلت نظن وكيد التقرير نولت مثلا ناصيرات تشكراه في التقرير هاكي ناصيره مزاوي ادنو غال دونك في تمثال تيدن هضره في ساكي في اللاس سلام التقرير يدنا ولت مثلا ناصيره في البيان يدي فا سوفريتيد الجبهه الاسلاميه لنقاض ناغ الفيس اي غال البيان هاكي البيان هاكي يعني تنادي يسوال فوغون زود تفرنت هاكي ناد باللي الحاله تمورث ماشي الحاله يصفرحن ادنسيا نفهم اي غري في هذا البيان ذي الوقت هاكي من قبل تفرانت واي غر التصدي قرن باللي الموفمون ياكي من البويكوت اريرنو هذه اللي كيدنا تليفون ما سعيد بخاري قداش يسالسي سي تيزي وزو هذه اللي كيدنا غن سلفرح مقران مس الاخضر مقران يضبرنو كذا الجيل الجديد سل سكايب سي الجزائر بخومي سكرتير الجيل الجديد هذه اللي كيدنا غن تليفون كمال قمازي يوني مضبر نو كفر نلفيس اكسن سي الجزائر ادي سكينا دان ديال البلاطو ان شاء الله مس عز الدين زعلاني ذا مسنو ذي القانون اقداش دي سرسيث اد نبدو اول الناقص مس اكيد مس الاخضر ام قران سي سكايب مس الاخضر ام قران السلام عليكم مازل في الله وعليكم السلام زول في الله ونزول كل الجزائريين كالملان ودي تبعا المغاربيه انت مزيخ فزول كوين بقاو الحرمه يعطيك الصحه مس الاخضر مقران مس الاخضر مقران انولد البيان دي فغنا ساكين سوفريتيد يعني الجبهه الاسلاميه اللي نقاض راس سوال رغونزو نغلو بويكوت انت فرنتا راديسن ام خلاص تولي من البيان كي كونوي ود نذكر بلي يكون وين ذي جيل جديد وكذا الجيل الجديد وكثيرا شخصيات النظام وكثيرا يمضبرني كذا النظام فغن يعني ذي الجي ثلما تنادي مذا غن سوغون زون سل بويكوت نتفرن تاقي رايك مثل الخضر مقرن
الزول في اللون تاكل تيسنات يعني تمثالت باش كان دراون هذا المثل يا ساكي في القضيش يعني ثمان قال لا يقون زان تفرالي ناكي يدي تهكي وذابو ام سباطلي السان تلاقا دينير باللي السان اللي 18 يعني 5 مليان ثورا كان غيد نكشمين فوق القضيش النار نكنود وقدود الجزائريد وقدود يعني كان قارني مزداغ 5 مليان يعني عندنا نلا نكون نسو كبان ديال جديد ديال رفيقنا النار ايغون زان تفرانين مس طابو لي دي اس مس فريد مختاري مس سمير العريبي كوكوي داك كيلان يعني اون زان تفرانين كين نوح هو كنيكي يعني انس قرضيش دو جدود الناغي وكنيكي اسن تفهم اي غاره ونسكيارا ونقبيلارا يعني اتسكين تفرانين كين دي رامبيك نوالا يعني امزاغ طمناطاكين ان الناس باللي نكوني ما ران سوالي وكنا نغنزو يعني تيفراني ناكي ونسوالي وكدودا تزايري وكني كي ادياري ماني سريف يعني لقديش سارتي بصح نسوالي سي وكنا دي اللي يعني اغنزو كونس يعني بوزيتيف الحاجة يعني يسين زمر يعني ادنفك كنقارن الالترناتيف وكدودا زيرين باش سنيني باللي نكوني غسان يبقنا غد الحال باللي ما تيستي فلاني ناكي غادي هكي يعني وذاب ويا كي ما كني انو غسانو مي تهكي تيد انو السيناريو ساكي يسير دناف تفراتي تواغيت النار ما تيستي فلاني ناكي يعني نتي كلاخ نتي جعال نتخنا ناسين يسين زمر نصيوض كنقارن ثمورة النار باللمان نزرى باللي هذا هو مرادي هكي الحاجة يهكات سيد نتا ياك ويدي يداني يصدق فافان يهكات سيدي وكن يعني هذه 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 الشخص في العمر نسي وكن ما نكوني ما كان يعني انا سقسيني كان من زون كوني كل ما لا زايري عند ما الا الا كفار الا كنكراو الا يعني عند ما الا زايري ما لا ديني اولي نس ما لا ديلي ادي روح الريف بوكدود باش كنا ديني نكوني نسكيريت كراني ناكي مرحبا يس الحاجة يعني أرى يرنون يغلن أرى يرصين يغلن ثمن قال يرصين إغال بودودة زيري وكنا زيف زيرو زيو غالو سيرم يعني إيوا كني كي دي غنتيك أدي أدي تفهم هذا بو يجي باللي ما كني كون صرو حاران أرثي فراني ناكي إيوا كناس يعني أدي دنسبجن وذا بو يجي ما كن قارنا تدن عرين أدي دنسبجن إلى عما أذوالين باللي أكدودة زيري وكسيف كاران شرعيا أكدودة زيري ويعني يعجب هلا الحالة أكدودة زيري أردي تسمو هادي هادي الندوه اللي نسى ديني تمغلي نسى فتمعيشتي نسى فاني كبغا خاطر نكوني نزرى باللي نحس وانا كثر اكيد نغالني غا كي 18 5 مليانه بغان اكدو دزري تنادي انا ذي تنادي انا ذي رايلين سرتيت انا يعني ابدل رايلين سرتيت ابدل رايلين يعني استلويت هي بدين ادي وين تقدو كيما كنا غاسي سي مقران الخضر كيما كنا غدو غالا غرغورك يعطيك الصحه فاغ كان دنسكشم ماس كمال قمازي وني مضبر نوكافرن الفيس إقلاني كيدنا سي الجزائر سي كمال السلام عليكم أزول الفلاك. نعم السلام عليكم سي كمال أهلا بك. أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك سي كمال قمازي. سي كمال قمازي يعني البيان اللي خرج باسم الجبهة الإسلامية للإنقاذ بيان للشعب الجزائري نداء للمقاطعة مع ذكر البديل السياسي المنشود، يعني هذا البيان طرحته فيه وقلته باللي يعني المرحلة هذه مرحلة خطيرة وراكو تنادي الشعب الجزائري باش يقاطع هذه الانتخابات تاع 4 مايو 2017، يعني لماذا هذا النداء الآن ولماذا يعني راكو تنادي باش يقاطعوا الشعب الجزائري يقاطع الانتخابات؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية لك الأستاذ ناصر وتحية لجميع الضيوف الكرام ولطاقم المغاربية ولجميع مشاهدي قناة المغاربية الناطقة بالأمازيغية. طبعا الجبهة الإسلامية للإنقاذ يعني كالعادة في كل ما تكون انتخابات يعني استحقاق انتخابي أو
حدث سياسي في الجزائر لابد من اتخاذ الموقف المسؤول. طبعا هذا الموقف جاء بعد تحليل سياسي للوضع ومن تصور ثابت هو موجود حتى عند كثير من الطبقة السياسية أن الأزمة في الجزائر هي أزمة شرعية، هي أزمة سياسية بدأت منذ 1962 يعني منذ الاستقلال، ومنذ ذلك الحين بدأت المعارضة. كان من أقدم أحزاب المعارضة كان الأفافات وكانت شخصيات وطنية يعني عارضت الحزب الواحد والرأي الواحد الذي أدى إلى الكارثة وأدى إلى أحداث أكتوبر 88. ثم بعدما فتح المجال للشعب الجزائري أن يعبر بكل حرية جاء بعد ذلك الانقلاب نتاع 1992 الذي أعاد الجزائر إلى نقطة الصفر وحرم الشعب الجزائري يعني من حقوقه التي بدأ يكتبها يعني بعد الانفتاح السياسي وبعد التعددية. طبعا البيان تاع الجبهة الإسلامية للإنقاذ جاء في هذا الوقت يعني ربما أخذنا وقت طويل حتى نحاول أن نعرف يعني الموقف العام الموجود عند الشعب الجزائري وكثير من مناضلي وقيادات وإطارات في الجبهة الإسلامية للإنقاذ. يعني البيان أمضاه الشيخ عباس المدني وهو في الحقيقة استطلاع للرأي وأخذ آراء كثير من الإخوة في الجبهة الإسلامية للإنقاذ. طبعا البيان هو في الحقيقة انسجام مع موقف الجبهة الإسلامية للإنقاذ الدائم الذي يدعو إلى أن التغيير يكون سياسي. إذا كان هناك حل سياسي تتحل الأزمة الاقتصادية وتتحل المشكل الأمني والمشكل الاجتماعي والمشكل المشاكل يعني التي يتخبط فيها الشعب الجزائري بصفة عامة. نحن نرى أن هذه الانتخابات سوف لا تقدم جديد للشعب الجزائري لأنها مثل سابقاتها مبنية على التزوير، وهذا بشهادة حتى الأحزاب اللي راهي تشارك في الانتخابات. احنا شفنا كثير من القيادات وكنت نشوف قبل قليل التدخل تاع الاستاذ محسن بالعباس يعني زعيم الار سي دي، وشفنا الناصره وشفنا كثير من القيادات الاحزاب تقول ان هذه الانتخابات هي انتخابات فيها تزوير ولكن ندخل لنقلل ربما من التزوير او حتى ان نكون شهود على من التزوير. طبعا جبهة الإسلامية للإنقاذ موقفها منسجم حتى مع ما عرضته المعارضه ولكن استاذ كمال جمازي، استاذ كمال جمازي يعني احنا نسمعوا احزاب الموالاه اللي يقولوا باللي لو كان تقاطعوا هذه الانتخابات راكم تشوفوا يعني واش راهو صاري في البلدان الاخرى مثل سوريا مثل ليبيا. يعني الجزائر ممكن تروح في هذا الطريق واحنا ما يعني ما حبيناش نولوا للتسعينات. ما هو ردكم على الكلام هذا؟ نعم نعم هو هذا الكلام موجود حتى في أثناء البيان راه في الميان موجود الكلام على هذا أن النظام يأخذ هذه الورقة ورقة التخويف ورقة التخوين. احنا شفنا في البلدان المتقدمة تعطى الكلمة للناس اللي يشتغلوا في الانتخابات وتعطى الكلمة للناس الذين يرون أن من مصلحة البلاد وحبهم للوطن وحبهم للجزائر يدفع بهم إلى أنهم يقولون بالمقاطعة، لأن المقاطعة راح تعطي رسالة سياسية. إذا الشعب قاطع يعطي رسالة للنظام قد يقرأها النظام قراءة صحيحة فيحدث التغيير وهناك. لكن الآن الوضع نفس الوجوه اللي راهي مترشحة التي كانت من قبل، أصحاب الشكارة أصحاب الفضائح يعني المتواجدة، وحتى يعني الكلام تاع وزير الإعلام لما يقول لابد من ما الناس الذين يدعون المقاطعة من التدخلات ومتى ما تعطهمش لا ينشر يعني ما يقولون ولا يستضافون في القنوات وكذا. هذا كله يعني في الحقيقة جزء من التزوير، وكذلك حتى القسم التي كانت يعني
تصفى يعني نحو الناس اللي ما يساعدوش وغيرها. فنحن البيان أشار إلى أنه لا بد من التعامل بتعامل سلمي، تعامل حضاري، تعامل يعني أخلاقي في المقاطعة بالإقناع وبالحقيقة يعني الشعب الجزائري في الغالب إحنا لما نلتقي بالناس ونصير في كل مكان يعني نرى أن الرأس غالب الشعب الجزائري لأنه يرى أن الانتخابات سوف لا تحدث التغيير. الشعب الجزائري ليس لا. أستاذ كمال قمازي، النظام هو الذي في حاجة إليها. نعم أستاذ كمال قمازي اسمح لي، يعني كنتم يعني من بين الشخصيات التي يعني كانت في التجمع تاع المعارضة في مازفرون، وشفنا الآن أن بعض الأحزاب اللي كانت في مازفرون يعني رايحة تساهم في هذه الانتخابات والأخرى تقاطعها، يعني كيفاش راكم تشوفوا انتوما؟ فيه كلام يقال أن طلبت منكم أن يعني باش تسنيوا بيان تاع الأوفياء تاع مازفرون ولم ورفضتم، كيفاش يعني الشعب راهو يشوف لهذا يعني هذا الانشقاق اللي صرا في المعارضة، علما يعني هو راهو يحوس على مشروع بديل. نعم، هو على كل حال هناك ثلاث نقاط أشير إليها. النقطة الأولى أنه الشيء اللي جاء في البحث وكان يقرأه الناس فيه ثبات على موقفنا في مازفران في دعوة إلى عقد ندوة وطنية تشارك فيها جميع القوى السياسية، في دعوة إلى مجلس تأسيسي سيد، في دعوة إلى مرحلة انتقالية، في يعني كل في دعوة إلى مسح آثار الأزمة، يعني الأمور التي كان متفق عليها في مازفران وهي موجودة لحد الآن في البيان. بالنسبة لدعوتنا إلى الإطلاع على يعني بيان الأوفياء لمازفران، حقيقة طلب منا لكن في ذلك الوقت لم نستطع أن نمضي على البيان لأنه البيان كان فيه دعوة إلى المقاطعة ونحن كنا في أثناء التحاور، يعني ما نقدروش نمضوا على المقاطعة، وإحنا لحد الآن يعني في ذلك الوقت كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ ما زال ما خدش موقف بالمقاطعة، يعني المسألة كانت مسألة تقنية فقط لا أكثر ولا أقل، ولكن لحد الآن لنا هناك تواصل وهناك انسجام واتصال مع المعارضة. قلت وحتى بالنسبة للذين شاركوا الكثير من المواقف تاع الأحزاب هم يقولون أن هذه انتخابات مزورة. أنا كنت نشوف منذ قليل في المغاربية تصريح الأستاذ محسن بالعباس يقول أن المشاركة تعطينا فرصة للتمكن من الاتصال يعني من القاعات باش نخاطبوا الناس ونتلاقيوا مع المناظرين ومع الشعب الجزائري. قال الاتصال يمنعها النظام في غير الانتخابات، يعني لو كان ما تشاركش في الانتخابات ما يعطوكش الاتصال وكذا، فكل واحد له مبرر للدخول في الانتخابات. نحن نحترم مواقف غيرنا، نحترم الذين شاركوا لهم رأي محترم، ولكن نحن نرى أن الأصلح والأفضل للشعب الجزائري هو هذا يعني. نعم، ولكن كيف يعني راكم تشوفوا انتم الجبهة الموحدة للمعارضة، وعلاش البيان هذا الآن؟ واش ممكن البيان هذا يبدل يعني الأمر الآن في يعني النظام قال احنا نروحوا للانتخابات هذو وماكاش اللي يحبسنا؟ على كل حال هو النظام يريد أن تكون هذه الانتخابات أمر واقع، لكن نحن كان لابد من اتخاذ موقف يعني مدروس واتخاذ موقف كنصيحة تبقى في التاريخ، لأنه لابد من اتخاذ الموقف الذي ينسجم. احنا نشوف حتى التدخلات تاع الكثير من الناس في المغاربية هم مع المقاطعة يوميا، رانا نشوف يعني التدخلات، ويعني هذا الموقف الذي ينسجم مع الشعب الجزائري. أما بالنسبة للمعارضة هناك كان موجود رأي أنه مثلا تعليق اللقاءات حتى بعد الانتخابات، لأن الانتخابات جاءت في وقت يعني قد نقول أنه شتتت فيه المعارضة بين المشارك في الانتخابات والمقاطع لها، ولكن كما جاء في بيان الجبهة الإسلامية للإنقاذ لابد على المعارضة أن تتفق في الحد الأدنى لمينيموم يعني الكونسنسوس، يعني الحد الأدنى من التوافق. هناك أشياء جامعة تبقى تجمع بين المعارضة يمكن العمل عليها في المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله. ابقى معي يا أستاذ كمال قمازي.
سنعود إليك إن شاء الله. نروح مس سعيد بخاري يديك شملي كنا سيتي زي وزو قداش دي سرسيث. سعيد بخاري السلام عليكم مازول فلاك. قارن باللي يهزم سيولوك دماس سعيد بخاري. نروح على كما ثناغ الخضار نغال كما ثناغ الخضار مقران يقول لك نغسل سكايب بس مقران الخضار السليظ اول كمال قمازي يعني الطاس يكفرني اللان دي ثان مقلا ومن بعد اللان وياض خيرا فغان اضرو حنا رتفران تاقي وياض يعني غونزنت نغي ايزون بويكوتي امكي زمان الحل اذيا من الجزائري ثورا وكذا دي توالين اديني باللي نزمر انا من ذي لوبوزيسيون يا كي قلان باش تبدل الحاله انت مرتنا. يعني تمثال تاكي يعني ثمان قالا يعني تفرق فرانين هات الحال في الهان في وجود الجزائري على خاطر فرانين تاكي ودافو تد كل الجهه مفروض من اسم الصح يعني ما كيس الدنيا شحال دي بردان تيد تسا وحد ويد يدان يتكان يعني يتفرني نجي دان كبريد ايدي نجارة ودابو هم سفاطلي يكد ويد ثارفات ويد يغنزان تفرني نجي يدان يعني كبريد بودودة زيري يعني الريف بودودة زيري خطر نكوني مالا نولي يعني طقفنا هذا طقف السبات يدقرني يعني ويجي كجريت سكيني ثري نجي بشكل نيكي أذكن يعني الحقيمة نسن بالصح أمزروي رحمارا أجدود ويتسويرا أجدود يتولي أجدود إن تيد مازال قارتيد باللي نكوني أورنومينارا ستيفرانين أراديه يوم أوذافو مادام نزران أشحال دي برد بردان يعني إن سواك اللي خش خلي بردان إن عاش تخنا ناسين تودبو يجين وكنين باش كان دير الصيمانيس باش كان يعني غادي يكمل قهيدين غادي يكمل السرتيتين نكون سكبان جيل جديد أما كان ناس قوالي ومن زون ثمو غلي النار ناس الوجدود الزهرين مازال قبريد إن الطف قسمين يعني إن كنقارنين السنيان الميثاق نكوني دو قدودة زارين ميدنا قاصة فلاطن المزافرون نديدن النام باللي بشاك نيكي تموت نغد فغيت وغيتين بشاك نيكي يعني أقدودة زبنر أولين بشاك نيكي إزرفان بومدان سو قدودة تسيلين يعني يتموت النغ تلاق تسيلين أديلين أمور فما يقدا تلاق تسيلين لطرونسيسيون ديمقراطيك تلاق تسيلين تسيلين يعني تفرات تسرفيت دونك سوليسيون بوليتيك يتوغي تنتموت النار تواغي تنتموت النار ماشي اسن 5 ماي ادنا في منا باللي مازال يعني دي لي حاله ني لي حاله صح النار تبدل كربود ما ون بصح تسرتي تبودابو وتبديل راه يعني لو هينسي بدل راه تم عيش بودودا زيرو تبديل راه نكوني يعني يعني تا مغلينا على قديش انا غنطحنا قلنا نسرتي ويحب سارة اسمها 4 مايا اكن ندنا قارا ابري 400 ل 500 انا نو هذه كمل نكوني ديما غنسن توكدوس ديما غنسن نتللي ديما غنسن ايزر بام بوم زين يعني لقديش الناغ مازال غنكوني دوك دود الناغ كنشتاقين كوني نتساوالي وكني تزارين هاد غونزن تيفرين كي نتساوالي وكني كي دان تيك يكفر النظام وكي مام وكي تسكينا هات باش كنا دوغا روحنا دوغا نارو بريد ايد نجرا ثبرات المزافرون وكني كي هات يعني انسوط اندا يعني ادب ويكي غادي تسمحسو دود الداري انا قيمة ويروح على تفرانين نظرة باللي اسنيكي غادي يروح غادي يسل يتمغلب بقدود ما تكي وقدود الزارين تفرانين اكي انسى هذا بويا كوي توخير على هذيك من السرتيتينس وردي يسل انت ضاع الزوق وردي يسل وقدود الزارين وردي يسل يكبرن يعني يغون زن تفرانين اكي قيمة كنا غمس الخضر مقران الفرحة مقران يديوسن ديال البلاطو كي دنا غادي يشارك في ثانية بوسكي استاذ عز الدين زعلاني ذا مسنا وذي القانون خداش لي سلسيت
سي عز الدين السلام عليكم ازول فلاح. وعليكم السلام ازول فلاح كيما داك. السلام عليك يعطيك الصحة من دوسير اللي تدول تبوساكي. أدن وغلا في البيان يتخدم الجبهة الإسلامية للإنقاذ أنت ثلاث سنين باللي إلا قضي لي البويكوت أكدو ذات زيرو إلا قرار يروح على فرنت أكرادي تاسن رفع ماكو أي غال البيان يعني ثورة ذا شوية طلب البيان أكو أم كيزم الحال أذي أثر يعني ذا قدو ذات زيري باش تروح على فرنت أكي البيان يسد باش ذي البنيون كيني بعض ما ليش كان البويكوت يهضر في البويكوت ويهضر في عطس الحوايج النظام يهضر في لا سيتوياسيون كل في هذه المراحل النظام يهضر في الانتخابات الرئاسيه في البرلمانيه تيترارين تجديدين يهضر في عطس الحوايج ذي المنظور اللي نتا كي يخزر توجه سياسي من زمان سياسي نعم ثورة كيني وزمرة هذا رفع وكل شيء قلنا ذي البيانة قيدة مقرن أطاس لسه إلى قاسة الحصة نظام نغسناث نغطاس الحاج تمزهروس فلا يطلب سل بويكوت يعني عدم الاقتراع عدم الانتخاب ولن حزب نظام إلى نسوس من فوالاقي وشارك نرى ننون شارك نرى ونهضر عارف البويكوت ممكن قوذنا والبويكوت هاجي في الجنب الجزائي القانوني اللي يقولون يساول ويقارع ولقالة الفوطام صبحا غرسن المشاكل القانونية شو نظر ثورة أغلبية في الأحزاب أقلن الحزب حتى المجهرية يعني قال لنا سعرنا القيمة الشعبية قيمة شعبية سعرنا القيمة تكور تقريبا شاركنا ذي الحزبات ذي الانتخابات هكي لأنه يتبنيد للنظام يبغى أطس النعفاذ أطس يمذن هذا حذرا باش أذنين أول نسن باش البانن بالإثنين بارتيسيباسيون يعني لا بقار فكر ما يف في لا بارتيسيباسيون البوفوار نتاع الحكم يبغى هذه لي 20 30 40% هذه الكاميرا فذولا كلك شان العباد اسم باش ندير اهل وسين 20-30% سلاحه وتسعى الدرهم تسعى الدرهم الانتخابات يعدان البروبليم سي كو في كل تاكي حسابك روح هناك تقريبا وسعرها المصداقية تروح للمصداقية تنسناك. أما أخبر اللي في فرصة أخبر اللي رسيدي وقال أقول سعنا المصداقية. أخبر وكشمن قد أن السيستم حتى ولنا إلى ذي المعارضة ذي الوبوزيسيون وزمرنا لنا ذي المارشاريير. خذبنا سني شغل المندف شغل البيج ولكن كشمن دي ساكو. وقلنا وذي حضرارة هذه دي سبارة وقلنا يحضر دي سبارة يعني باريمون. Donc il y a une sorte de situation qui a fait que tout le monde se retrouvait, grand, petit parti, mafieux, non mafieux, etc., participe à une sorte de foire électorale qui ne règle pas le problème de la légitimité. Mais en même temps, il dit rien, t'as gouden, c'est le farag siyasi. Il parle aussi de le boycott. وتيرا الانتخابات الى قات بويكوت يعني لو كان يعني شعب سنيسل وتروح الحاله الشاقي اون يفوا دايور اون فوا شعب يفغرا الانتخابات il il veut pas voter il veut pas voter il y a un mouvement de boycott qui est en train de prendre de l'ampleur non il peut prendre de l'ampleur mais il est sociologique il est beaucoup plus sociologique que politique mon avis c'est plus grave لو كان يوسيد بوليتيك لو بويكوت تاعي ني با اكتيف دون لو ماشي غير غايت اكتيف يتبني كيني سي ان فوت سوسيولوجيك سي ديكو لي جون اون تابون دوني ليدي دو بارتيسيپاسيون على ليكسيون على نيمبورت كيل ليكسيون باسكو تحس من بلي وتقطعك الحاجه فغانا راه روح ماشي باسكو الحزب باقي نيغوينا ينادي البويكوت سي العزوف من الشعب لنا الى عاد وذي التمنارة سالاقتراع سالفوت وذي التمنارة بيان اونتوندو الأحزاب
نير الشخصيات السياسيه الى نسعان اون بوزيسيون يفلحوا دون لو سونس نولاش الفوت اصلا يعجب الحال باش هذين اثن 40 50 60 70% 80% وكفوت انا راه صافي دير لحون تقبري نسن مو جو نو بونس با سوسي دي بور ريفينير او كومونيكي دو جبهه الاسلاميه دو مسيح عباس يا مدني لو برومي بوان اكي قار في الناس يهضر في اتخرق تعرف ما سمح لي نعم نعم المسارعة للكشف الدقيق عن الوضع الصحي للرئيس ومدى قدرته على ممارسة مهامه الدستورية بصفة مباشرة وتشكيل لجنة وطنية من الشخصيات صادقة من مختلف الاتجاهات للقاء الرئيس بذاته دون حواجز ولا المجلس الدستوري القيام بمهامه في هذا الاتجاه من جهة أخرى كما ينص الدستور وقيل في يعني الارتيكل 102 يقول 1488 il y a deux positions il y a la demande qui est légitime qui est légale qui est normale c'est celle qu'on a déjà pris position et on prendra encore position là-dessus نهضر في الناس سي كي القضيه الرئيس يزمر نوريز مراره هذه يخدم لخدمه الناس بارابور يصح فيس يزمر في الناس C'est une question qui ne dépend que du Conseil constitutionnel. Et Adn Zakar, vous avez interpellé M. Meddelsi dans une émission. J'ai interpellé et on continuera à l'interpeller si possible de le faire par votre chaîne ou par d'autres biais. Il y a des juristes en Algérie qui se préparent à qui ont écrit un certain nombre, un document qui va être propagé dans la presse et j'espère que votre. Votre télévision va lui donner une possibilité d'être connue par la population algérienne. C'est un appel de juriste pour mieux expliciter l'appel à Gnir Nkine dans le Mjlis d'Histoire. Et surtout, le Raïs du Mjlis d'Histoire et le Mjlis d'Histoire. Dans le point de la Cheikh Abbasi Madani, il y a في الهاشتاغ اي دونك فينالمون اون اي سور لا ميم لونغور دون يفوك المجلس الدستوري ياخذ اما تشكيل لجنه شكون هما منين يجيو الى اخره وحتى كانوا موجوده هذه غير قانونيه غير دستوريه حنا نبقاو في حال الدستور حتى مليح ماشي مليح الى اخره حاليا الدستور يفتح الطريق للنظر في قضيه صحة الرئيس وفي قضية ما يزمرني وريزمرار هذه خدم الخدمة فيس فوس نيون وبريد فيش نو بريد أبريد ندستر نعم نطرح السؤال هذا أستاذ زعلاني كمال قمازي سي كمال قمازي نرجع ليك يعني الكلام اللي قالوا أستاذ زعلاني يعني تشكيل لجنة حول يعني حالة صحية للرئيس يعني هذا امر كيفاش يكون ويعني حتى قانونيا ما عندوش يعني الركائز ولا مبرر على كل حال يعني هذا الموقف يعني ماهوش جديد يعني هذا موقف كان سابق وطرح حتى في ندوه مزفران وخاصة في سنة 2014 يعني ولكن بعد مرور الوقت يعني وبقية حالة الرئيس يعني وخاصة في الشهور الأخيرة يعني لما كان غيب عن الساحة لفترات يعني طويلة وحتى الإشاعات التي كانت يعني تخرج يعني في الموضوع وتأجيل اللقاءات وغيرها الإشكال في الجزائر أنه الرئاسة يعني في الدستور هي يعني كبيرة يمارسها منتخب من الشعب الجزائري ولكن الظاهر في الحالة في الجزائر أن كثير من الصلاحيات الرئيس يمارسها أناس آخرون
من فوضهم، من اعطاهم تفويض، اين الجانب القانوني كذلك في هذا الموضوع؟ يعني هذا في الحقيقه اشكال كبير. في الجزائر ليس هناك يعني في الدستور نائب رئيس مثلا او موجود في الدول الاخرى تكون يعني الصلاحيات واضحه وتفويض المسؤوليات واضحه. شفنا حتى بعض المسؤولين كما يوم امس يعني مسؤول ورئيس المجلس الشعبي الوطني السابق يقول ان المرشحين في جبهه التحرير لم يرشحهم الرئيس ولا علاقه له بالرئيس ولا ليست له اي مسؤوليه في اختيار المرشحين، بينما هناك اخرون يقولون ان فلان مرشح من الرئيس والرئيس هو اللي اختار. يعني هناك الكلام واخذ ورد حول الرئيس وهو غائب يعني وهو لا يصرح يعني في مواضيع كثيره مهمه. فمطلب الجبهه الاسلاميه للانقاذ هو بحق مطلب مشروع، مطلب سابق. حقيقه شفنا في الميدان ان هناك شخصيات مثلا 19 شخصيه التي طلبت لقاء الرئيس، ولكن ذلك اللقاء يعني قوبل بالرفض وقوبل بالتخوين وقوبل بالتجريم. ولكن التساؤل الموجود يعني بين كثير من افراد الشعب الجزائري، اين الرئيس ومن يحكم بالصغير وما الى ذلك. ابقى معنا استاذ كمال قمازي. زعلاني استاذ زعلاني، حبيت تعلق على الكلام. الكلام تاعو على كل حال بصفه عامه راهو مقبول. بقى احنا في الاشكال القانوني. حتى ولا كان يعني تشكلت لجنه او اشخاص او شخصيات وطنيه ومشات باش تشوف الرئيس، وحتى وان تلقات الرئيس، وحتى وان شفت نظره معينه من الرئيس وخرجت وتكلمت عليها على العلن، ايا كان الكلام تاعهم ايجابي او سلبي حول وضعيه صحيه لرئيس الجمهوريه، هذا العمل هذا موش من شأنه باش يعطيها قوة قانونية. يعني حتى ولو كان 45 مليون جزائري شافوا رئيس بعيونهم ما تعطيلهاش نظرة قانونية. احنا نبقاو في ما يسمحوا وما يفرضه القانون، هو أن هناك مجلس دستوري له رئيس وهو اللي يحكم عليه باش يعطي للشعب الجزائري ويخوض صلاحياته، يخدم صلاحياته وهي الإقرار بالوضعية الصحية للرئيس الجمهورية تحت مسؤوليته، حتى وإن ألزم بتواجد بإحضار، وهذا لازم عليه مبدئيا، جملة من الأطباء للنظر في صحة الرئيس. الحاجة الثانية هي أن الطبيب الذي يعالج الرئيس بصفة رسمية من أطباء وخاصة الموجود هنا في فرنسا لم يتكلم على صحة الرئيس على أساس أنه شخصية ليست سياسية، لأنه مفروض عليه الكتمان على صحة الرئيس، وهذا ليس صحيح لأنه ليس بشخصية فردية يمثل نفسه، يعني أنه شخصية وطنية. كان جانب ثاني حبيت نتكلم عليه في ولكن نخليك ممكن ديروا مرة ثانية. نعم. أدن غلف يمثلنا الخضرم قران. الخضرم قران يعني خنوين أرد قرض، يعني إلاق نروح الوقدود إلاق نسفن باللين، يعني أغنزو يجد فرنت ذي الحاجة في هومن ذي الحاجة إلاق أذي ليدي تمورت النغم من فغا أدنس فين باللي ثلاثة تجيو سعر المعنى ومن في غضا غنى أنا وض أفكره في الدل ذي ثمورتنا. يعني ثروح مر 5 مليانة أم كيث ولم ذينا وكذ أكذو ذات زيري أم كريت ولو أغنزو يقين على البويكوتي ذات صح والله غير الساقين كوني دي غنطيك أما كان يعني زمان راك ديني غص الفرحة أم قران مالا نولي أكدوز الناغ يعني قارن دهت وتديش لي عاش ما بصح نزرى باللي يزرى كل شيء لي كونسيون، يعني يزرى داشو قلان يعني يقدرون يثمرتينس هاثا غونزوينس يسرتيت على خاطر يوغال يروح زود سيرم كبارن منو غا سرتي نكوني
السنة كي خميس مليانة أما كني قلا ينخدم السنة كي عدان يعني تمديت الجزائر دار بيك مازال وثاني النير نديه دوني الكل كي سمنا نديه دون أنا روح هاك ثمناطين تمورت النار روكا فان تموت عرو سمان تموت عرو مالو تموت إوا كني كي نسقر باش نكون يدوك دود النار زمرا غاك بينيغ باللي يعني أين نحوس يعني يعني توقفني جزائريين يتحوسن يعني امك اراد نفغيت وغيتا كي تحوسن ما كن بغان ادسكلن الثرفات انا الثرقاز ارسني ندير الامانه ندير السيري ما وكني كي يعني غادو غالن اذن غانا في زرفانسن ولا سواطاس اما كنيتي يعني غاسانات في الحمون كثر اين كاين ولا غير المس على خاطر في مناطقنا كين يعني برا يعني الانتيريير ما كني كي نتسوثت اذاب ويتسوثت الحكومه تموت الناس تسوثت عاش المحاني يا لاس عاش يعني يقول لي في مقران فاش تاكي نفهم يدزن نونس فهمنا غد باللي منو غاكي الناغ منو ان شاء الله راهي سيونا المرغوب منو راهي سيوضن راهي زوين راه خاطر نزرع ما كني سيدي نايون مثل الشينوا نزرع باللي واذا كان كي تبوزين واذا كي تحركين يعني ايدورار واذا كي يقفزين يعني تسن ازرعين مشتاح قبل الانسان سو كيون ديبلاسي دي مونتان سو سون سو qui ont commencé par enlever les petites pierres. C'est qu'on est un énorme narakar, ce qu'on a une ville jadide, il y a une certaine certitude, oui, il y a une certaine certitude, il y a une certaine certitude, il y a une certaine certitude, ici, il y a une certaine certitude, 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 il y a une certaine ان سلوات انت مور بس مين يتسفاطا بلاط ما زفران دوكني قلا مازال نسدو ذو قدود الناغ الريف قدود الناغ الزيت ايوا كنا نفتي فرات تواقد الناغ يعطيك ساعه قيمي كنا مس الخضر القران ذو قال استاذ كمال قمازي استاذ كمال قمازي يعني البيان هذا انتم راه كنت تناديون المقاطعه يعني الشعب الجزائري باش يقاطع هذه الانتخابات ولكن سمعنا بعض الاصوات مثل يعني ما يقول واش قال الأستاذ زعلاني قال لك يعني هذه مقاطعة اجتماعية وليست سياسية والشعب الجزائري لا يريد فيه باش يكون فيه فراغ خاصة في الظروف اللي تكلمتوا عليها الآن يعني ومشروع بديل يعني بروجي دالتيرناتيف مش موجود حتى المعارضة ما راهيش موحدة قلت يعني المشروع المقترح يعني هو كان متفق عليه مع المعارضة في لقاء مازفران نحن موقفنا ثابت يعني لو كان نرجع لنصوص الجبهة الإسلامية للإنقاذ يعني احنا كنا عندنا نصوص في 2007 وحتى في 2004 يعني لو كان نرجع لها نصيب يعني هناك يعني الرؤية السياسية ثابتة المقترح يعني بالنسبة للمقاطعة انا قلت منذ قليل انها ترسل برسائل الى النظام انه اذا ما كانتش هناك يعني مشاركة وكان مقاطعة كبيرة للشعب الجزائري قد يكون هذا حجة تدعم الرأي الذي يقول بأن الشعب الجزائري يعطي رسالة سياسية يعني ما خرجش يعني يكسر ولا خرج يعني من أجل تحطيم البلد لا هو أعطى رسالة سياسية بتلك المقاطعة أنه يعني يريد البديل احنا شفنا حتى في 92 مثلا لما كانت نتائج انتخابات 20 ديسمبر 91 عوض أن يحترموا اختيار الشعب قالوا انه الكلام تاع نزار وتاع غيره انه الشعب راهو اعطانا رساله رانا فهمنا تلك الرساله وفهمنا كذا وبداوا يحللون يعني نتائج الانتخابات بالطريقه التي يريدوها لكن نقول انه الشعب اذا قاطع فانه يعطي بذلك رساله حضاريه وسياسيه انه يريد التغيير يريد لا يريد المسار بهذا الشكل لانه اول انتخاب
انتخابات تشريعية بعد الوقف المسار الانتخابي كان في سنة 97 التي يعني أعطيت نتائجها الأغلبية للأرندي، وشفنا عندها أسبوعين تصريح أحد الولاة السابقين بشير فريك يتكلم على كيفية مساهمة الولاة في التزوير وفي يعني تطبيق الأوامر بالتزوير، ولا زالت الأمور إلى حد الآن تسير بذلك الشكل. ونحن من خلال هذا البيان نريد أن يعني لو نجحت المقاطعة قد تكون هناك يعني مخرج للجزائر من أجل التغيير ومن أجل مستقبل إن شاء الله يعني يكون فيه الخير للأمة والشعب الجزائري بصفة عامة إن شاء الله. شكرا كمال قمازي، بارك الله فيك. سي زعلاني يعني سلاضي مس كمال قمازي راك دي قرب اللي تصفرت يوزافو من غونزا يعني سي اون بويكوت انا ابل لابيل او بويكوتيغي سي يعني سي دي ميساج او ريجيم دو دير ك اون زميرا نكمل الكوفري ذاكي الشعب باغي يبغى هذه يكمل الكوفري ذاكي ري الحوديس. شوف غير كبير ولكن لا ازمه سياسيه حقيقيه وفي لا ازمه وطنيه. إذا كانت الأزمة السياسية تشكل خطر على الواجهة السياسية وعلى الأطراف السياسية بصفة عامة في الحكومة أو خارج الحكومة متصلة أو غير متصلة بالنظام، فالأزمة الأخرى هي أخطر. والشعب الجزائري اللي يشوف الأحزاب السياسية اللي تتحرك من وقت لما كل 5 سنوات تقريبا إلى آخره في مدة وفي مرحلة صغيرة مش مقتنع بهذه التركيبة السياسية وبهذا بين التهكم الناس تلحق الضص في الحزابات ياكم أكل في لسنك يشمس الشك ذا عنا في الشعب وذي حملة الحزاب ثورة نوض غير لسيوشا وين الشعب يلورس الساحة السياسية ويذغر الساحة السياسية وقد غاية الرفض السياسة تاجي تجيثا رجلا في الانتخاب في الاقتراع في الأمور اللي تمت دولت حاجة نيضا لنفغاها تظهر في الناس يعني مش هذا بوريزومي البويكو تاجي ستان بويكوت كمو دير كازيمو كنتورال ماشي بوليتيك وبارتيزان. الناس ما حبش تفوتي خاطر نظريه الاقتراع عندهم ما يشرح تجيب. ثانيا الناس اللي تطالب بالبويكوت يا هل ترى حتى ولا كان بويكوتوا الناس بطريقه عفويه او غير عفويه بطريقه اكتيف او غير اكتيف حتى الناس 90% ما فوتاتش وبقات 10% الفوتات، هاو النظام يخرج لك دي ريزولتات تحت 30 و35% ويقول لك الحمد لله الشعب راهو فوتا ويجيب صور معينه الى اخره. والدول في العالم وخاصه المستفيده من الوضع في الجزائر راح تبارك هذه الانتخابات وتقول بارك الله فيهم ويبعث لهم لي فيليسيتاسيون حول النجاح. يعني بويكوطا ولا ما بويكوطاش راح يخرجوا بالوسم. الحاجة الثانية اللي حبيت نتكلم عليها بالنسبة للبيان لكن هذا هو نعم. هو بالنسبة للصلاحية رئيس الجمهورية كان إشكال حول صحته ومقدورته ومقدوراته لقيام باش يزمر ما يزمر في زمر في النص باش هذه الرئيس باش يخدم نخدم في الرئيس. هذه الحاجة تمزروث لان لازم المجلس الدستوري هذه السيول وذين يمول الناس فبريد القانون فبريد الدستور امكيننا في الحاجة النظام سيك الصلاحية الرئيس المهام الناس الدستور النق تم قرارين التاس يعني البرلمان ذي الحكومة هاك ورسعارة الصلاحية تم قرارين صلاحية الصح ماشي للجانب الدبلوماسي، للجانب الدفاع، للجانب الاقتصاد، للجانب تعيين شخصيات من رئيس الحكومة إلى رئيس البلدية، الأمين العام للبلدية، الأمناء العامين للولايات المكاتب إلى آخره، كل شيء صلاحية رئيس الجمهورية، صلاحية نقول لك إقطاعية. إلسون فيودال.
même pas présidentielles, elles sont ultra présidentielles. Où le salarié a dit كلها في يد رئيس ورئيس في الظروف الصحية اللي معلومة معلومة البيان هذا يعطي في هذه الأمور كلام صحيح. شنو هذا الرئيس المهام تاعه ما مش يدير فيهم المهام الواسعة ما مش يدير فيهم. وهذا نقطة نظن البيان هذا عنده الحق كي يتكلم عليها. سيام قران خضر تري رابيدمون دين عنايك مازال يعني 30 سكوند يناد مس زعلاني اكدو ذادي روح هذه فوطي ناوي تروح هذه بويكوتي نايت بويكوتي هنا ولاش ذا شوي يبدل النزف ويقين هذه يخدم الرئيس والامور تكمل رايك؟ الراي يعني مامها زروي قلنا طاس التمثالين ميزمال غاك دينار كان نكوني امن نور النار اسا يوكن انا نخدم يعني ثمو غلي تسالتي ثمانو اون فو كريي اون نوفيل كونسيونس بوليتيك او سان لا بوبيلاسيون في نسوال مالا نسوال نسوال يعني اوغون زون تفرانين رايلين يعني كونسيونس بوزيتيف ماشي ثار ولا في سارتيت زريضه امزرين تمورا غير كلي كي توخذ من سي من نوغ نيالاس باش كي صوتنا المرغوب نسن كوني دي غنفيك نطفى بريد بريد يعني نوم النوغ في زرفان بريد من نوغ في يعني في الليل ثاقي ست اني طابا كنقارن دنو تتحد سالا غسنا اربعة ما يقون خمسة ما يقون مازال يعني انا طحي تكمل ان شاء الله نكون دوك دوزنا صحي تمس الخضر مقون يعطيك صح سمحنا غير تذهب من الوقت بس زعلاني اولا قارو امكرا استوالي يعني شحال يطقث اول اسك فريمو الا سيرم يدو ليسبوار باش هذه لي نبدل ان شونجمون بوليتيك دي ثمورتنا بصفه عامه الا سيرم دائما ثمورتنا غادي الشعب النغل ولا شو سيرم صحيح ولكن ما تنسى الاول كي راه تقرر نخزر الكورتر للحاله النغثوره نعم الحاله وتلهي راه يمدوكل وتلهي اراء و وليش يون الزيري لازم راه يعني باللي الحمد لله يعني رانا في غايه نحن ربي بصفه عامه مي بصح الشيء الذي تزاير ثورة ذي ستيوذي الطاس في المستقبل اللي تمر ثنا يعطيك صحة مس زعلاني صحة ميدو سيد في كذا نعطي مغلي نيكا كيت شكرا غطاس الطاس وندي نغن بولار ثاقي ربو هي البوسة كيت شكرا مس عزدين زعلاني موسناو دي القانون أقداش سيتي قلاني كيذنا مس الخضر مقران إمضبانو كذا الجيل الجديد دي قلاني كيذنا غسل سكايب سيل زاير وكذا مس كمال قمازي يوني مضبار نوكفر نلفيس إقلاني كيذنا غسل زاير يعطيكم الصحة وندي نغن ثمي لليثنين إن شاء الله كم ثلاثة نار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.